يصبح النور، يصبح الفل والياسمين المستمعين ديوان فهم. هذه ساعة سعيدة نبدأ من توا حتىش للنص النهار كما كل يوم نجيكم في نفس التوقيت. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. أكيد جدا صوت متغير، دونك جعفر ماهوش موجود. مشي المهمة، مهمة هي مهمة، أما زادة كيف مطولة، مطولة مهمة وعلى ما يبدو مطولة حسب يقولوا لي فريجي. إن شاء الله يوصل السلامات ويجيب لنا حاجة ياسر مزيانة. الفريق كل موجود، فاروق شدلية، إيهاب صباح الفل والياسمين، حسين في الإخراج الرقمي، رافع زينوبيت موجودين لهلا بطبيعة الحال. زينوب بونجور، يا صباح النور رباب، صباح النور رافع، صباح النور الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم اللي قاعدين تتبعوا فينا، تسمعوا فينا كل يوم صباح. بربي سامحوني لحظة بركة، سامحني رباب، أمور تقنية، أمور تقنية، أمور تقنية جست على رفع باش ما نتقلقش، لازمني انا راهو نعمل كونترول على الاستوديو. تحيه كبيره طبعا للفريق الكل اللي موجود لهنا، للناس الكل اللي قاعده تسمع فينا كل يوم. شكرا على لي كومونتير اللي قاعدين يوصلوا، الناس اللي يعرضونا في الشارع ويسلموا علينا، احنا جدا نحبوكم برشا. ميرسي 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 على حجم الحب. جعفر ان شاء الله المين اخير، انا سمعت ماشي يجيب في قضيه مهمه، ان شاء الله القضيه تكون قد التطلعات اللي عندنا احنا، خاطر احنا نستني وفي المقابل وان شاء الله تجي كامله. ان شاء الله ما يجيبش ربع جي ربع يا ناري، قال بيجيب كفتاجي هو. بونجور جعفر، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. اين انت يا جعفر في مهمه مهمه؟ والله العظيم بما انه احنا تويك عائله واحده ومعنا ما نخبيه على الساده المستمعين. قول قول تمني ولا هبطنا وين كشك انا وسي محسن معايا في الليل. تحيه ليه المحسن، هاي بطل الكشك تقريبا قضينا 3 دقائق في الكشك، نلقاو ثم صابو محطوط في الكهرباء، فا فهمني ولا مشينا باش نخلصوا الصابو، خلصنا الصابو رجعنا هذا واجب فهمني ولا تلقى صابو واحد اخر، رجعنا للكشك شويه نلقاو كره باش نقلوها. فا يعني نحترموا القوانين جعفر، صحيت رباب، شكرا. محليك انت اللي مشيت خلصت محسن شنقلو تو محسن يا ناري انا محسن محسن هو اللي تشنق لا تشنق المحسن. اي قالوا لي والله الحمد لله جعفر نستنيو فيك، انا قاعدين نحكيو وي صباح فل والاسمي وين مشيت؟ هذا سؤال ما صباح الخير وين مشيت؟ ليه على خاطر قالوا لنا مشي باش يجيب لنا كاسكروتات جعفر، وهذاك علاش تعطل وبرشا عباد. مين عندي انا مين جاني؟ ليه ما تمشي تجيب لنا؟ نستناو من بكري حتى الفطور ما كليناش. انا حكم دولي. اسمعني اسمعني يا سي جعفر، يا سي جعفر صباح الخير، صباح الخير سي جعفر، رفع المجدي معك بالكسيت. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. هذه لغة الصابو والشنقال راهي قديمة برشا، ومماتي مريضة ومش عارف شنو، هذه مواضيع ما عادش جد على حتى حد والتوانسة فهموها. عندي حكاية أخرى حاضرة. قول 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 ترى. خويا أنا ومحسن الحمد لله بطل قدام كوش قدام الكشك. وقفكم بوليس. فهمتني؟ هي. رحنا هكاك خويا والشنقال لنا الكهرباء. الشنقال قبل الصابو. خلبت يعني. واو ما تنجحش زاد. خويا انا كنت على وعدي، انا كنت على وعدي، على وعدي يا وعدي اني انا وجبت كاسكروتات. لا 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 جبت كفتاجي؟ ما جبتش كفتاجي على خاطر شنو جبت؟ مش كفتاجي كريم هذايا؟ لا الاسامي هما ساشيات موجودين. عياري قالوا لي عياري مراد، هذا مش كفتاجي كريم، هذا عياري مراد. عياري مراد. نعم جعفر. البارح كلموني جماعة السينما الدور. اي هاي اقسم بالله. اي تجي معانا اليوم ايز اخويا احضر. باش تمشي جعفر؟ ها؟ باش تمشي جعفر من العشية؟ باش نمشي الخمسة قالوا لي. خمسة باهي. وين البلاصة؟ خلي يجيو المستمعين جعفر يسلموا عليك. والله يظني في العوينة يا ربي. في العوينة في العوينة. مريك جعفر. في زغوين في زغوين. والله نمشي السينما للدور. يا سي جعفر. والله ماني فيك صحيح جعفر. باهي سي جعفر. دافع 20 دينار في الكاسكروتات خليني نحكي عليهم شوية. يا رافع. لا سامحني جعفر، سامحني سامحني، عندي اعتراض. انا احنا تفهمنا البارح على كفتاجي، وكفتاجي من عند كريم بالذات اللي يحكي لنا عليه هو ايهاب، شنو معناتها تتقلب تروح ولي مراد ولي عيال؟ نفسر لك مدام زينب. تفضل سي رافع. سي كريم يحل كان التسعة، وانا ما نحبش نجي روتار باش ترسيني بعد نحكي على صابو وشنقال ومواضيع. ما عنديش انا الصادق مع المواطنين. كسكروت غادي جاي مرمى. شنو كيفاه سامحني؟ كيفاه؟ مشيت كليت كسكروت غادي. انت مشيت كليت؟ ايوه هاي بدات الحقائق تخرج. هاي الحقائق الاربعة. يا جعفر. حقائق ثمانية عنده حقائق دوبل. والله بصراحة جعفر قعدنا نستناو في كفتيجي الحقيقة، علاش نكذبوا عليك؟ حتى الفطور ما فطرناش. تيبرد. الله يسلمك لو شيء الله يخير لكم. والله عياري خير لكم. اسمعني. نستشهد بالقولة الشهيرة بتاع صابر الوسلاتي وقت يقول له
كي منجيت انت كاين منجيت انا. اوه ولا صبر وسيدي تحيه لي طبعا. ها ما يصيرش خليوا لك كاسكروتك يا سي جعفر حتى تخلط، ما عندكش مشكل فهمتني. مرحبا بيك، تنجم تجيب معك حتى سي محسن زاد ياكل كاسكروت. يعيش. اوكي. ومرحبا بكم ومرحبا بكم. عايشك جعفر. قداش ولا الصابو هو توا؟ سومو ماك خلصت؟ خلص. شنو؟ الصابو قداش ولا؟ 35 دينار. 35 دينار؟ اي 65 دينار. لا 35 وفما بلايص 40 وقت اللي يبدا مكان خطر. 25 دينار خاطر فما الصابو الاصفر والصابو الازرق. وفما الاحمر. وفما الاحمر طبعا جميل. كنت تخلصهم انت جعفر ولا خلصهم المحسن؟ ربي سامحني امان. يا طالع في الدروج. يا ولدنا. في الدروج طالع. خلنا نعملوا الانتقال للسلسلة السلطة. خلنا نعطيكم بيسك. هاي ليه ما شاء الله والله جيب برشا الكسكروت العياري هذا والله كريم راهو رافع معناتها حتى كان مش من كريم الكفتاجي لكن هو كريم. حلوة. لا لا ملا زينب سامحني هاو جاي جعفور وقدام الناس الكل محلي الأوتفيت جعفور تعرفش قال كلوا ودعيوا لي بالخير هكا في الأوف قال ولا ما قالش إيهاب السلام عليكم وقال إطعام المساكين موضوع تعامل المساكين قال وعليكم السلام قلنا جاه صباح النور صباح النور جعفر اه قل قال اتعامل المساكين انا خليك تترجع له في الاوف خاطر باش نخرجوا فاصل والفي الاوف قولوا للمستمعين ونطولوا شويه باش نذوق ترجع الفاصل صحيح يلا فاصل مستمعين تبعدوش انا راجعين يلا صحيح صحيح